السلام عليكم. صحيح قطرة بقطرة يحمل الوال، لكن نقطة بنقطة أو هزيمة بهزيمة لن يتحقق لا البقاء ولا الصعود يا قطبي الكرة السوسية. نادي حسنية قدير وأولمبيك تشيرا كلاهما في الهوى سوا، أداء كارثي ونتائج متذبذبة لا تسر لا أنصار الغزالة ولا محبي الأولمبيك، غالبا بالتعادلات اليتيمة وتارة بالهزائم المريرة. احنا كجمهور نادي حسنية قدير غير راضيين بدلا الاداء اللي كيقدموا النادي، اداء كارثي جدا وغير راضيين على طريقه التسير اللي كيتسير بها هذا النادي الكبير. النادي ما كيعانيش من ازمه ماليه، هذا النادي كيعاني من ازمه رجال وازمه مسيرين. اللي كتقول لي انت كمسير انك كتسير واحد العام خمسة المليار وفي الاخر ما كدي تا كالزانون، راه خص تحط السوارت وتمشي في حالتك لانك ما مسير ما توزع. اللي كتحط لي واحد التقرير ادبي ومالي فيه الأدوية بمئة مليون، مالك الدوي ومن طابل عنبر؟ حشومة صاحبي حشومة، اللي ما عنده غير على داك التوني حتى الصورت وديماري في حالاته، هاد الشيء ما كيشرفش هاد المدينة الكبيرة والناس على الجهة كاملة، ماشي مدينة أكادير بوحدها. حنا كجمهور فريق أولمبيك تشيرا كنعبروا على عدم الرضا تاعنا على المستوى اللي غادي به الفريق، وهو وضع لا يبشر بالخير بتاتا. في 11 مباراة مازال ما شفنا أنه الفرقة غادية في واحد الطريق اللي هو تحقق به الصعود. كل ماتش كنشوفوا التشكيله واحد الاداء مازال ما كنشوفوا حتى شي نيفو اللي هو مستقر. هاد الوضع كنتمناو من المدرب انه يراجع الاوراق تاعو قبل ما يفوت الاوان. الفرقه راه ما بيناتش بعد تبقى غاديه بهذا النيفو هذا، ونتمناو خير في قادم الايام. اوكي، بالنسبه كجمهور حسنية قدير غير راضي على المراكز اللي تلعب الحسنية حاليا، مراكز متاخره. نتمنى الدرك الموقف شكون ما كان يدير الحسنية، وبالنسبة للغلط مقرنا أن نتحمل المسؤولية المكتب المسير المدرب اللي فرضنا حركة إجلاسية أو عند اللعابة أو عند الانتدابات اللي حاليا تنقش نور يعوض الركائز. نتمنى حسنة تدرك الموقفات في أقرب وقت حيث لما كانت دلوقتي الحسنية داريا. السؤال موجه للمكتب المسير الحسنية، علاش ولا تعتمد في أبناء الفريق؟ علاش لا تهمش أنت أبناء المنطقة؟ ابناء المنطقه لا قيس لعابه اللي استلاد لعب الحسنيه. انا كواحد من ساكنه تشيرا وغيور على فرقه نادي اولمبيك تشيرا، هذا العام ما عجبناش الوضعيه اللي كتعيشها الفرقه. 3 بوان ولات كتجينا صعيبه على في التيران ديالنا، فما بالك برا التيران. كنتمناو من الناس اللي شادين الفرقه يضافوا المجهودات ديالهم، وكنتمناو ان شاء الله باش حتى حنا يكون عندنا واحد الديربي في بريميان سيري بين اولمبيك تشيرا وحسنيه اكادير. حال العاشق الولهان ككل موسم يتمنى والله كريم، فيا ترى إلى متى ستبقى طموحات الحسنية والأولمبيك محدودة؟ ألم يحن الوقت بعد لينزع الفريقين معا ثوب الفريق التائه الذي يلعب بلا روح وبلا هدف، بل يقتصر دوره على اللعب على ضمان البقاء فقط؟ ألا تستحق سوس العالمة ديربيا سوسيا أمازيغيا مغربيا بين نادي حسنية قدير وأولمبيك تشيرا في حاضرة الكبار؟ خالد بادو، أخبار الفجر المغربية، تشيرا.